ها مزيانه للطانسيون قسما بالله الا غير باش درتها فاش مشيت عبرت لقيت 13 و14 بحالي ما عمر داس ديك 18 طيب. السلام عليكم بنياتي اخواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو؟ لاباس لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصاد؟ واش مزيان؟ كلشي مزيان لاباس، يسال عليكم الخير. دابا يا بنياتي جيت نشارك معكم واحد الوصفه كدرتها انا لراسي، كنت درتها انا لراسي، كانت يطلع لي الطانسيو حتى 18 19 شي خطات، كنبقى نسمع الطوبيسات تيدرو لي في راسي بحال الطوبيس ملي كيوقف في الودنين ديالي. مشيت للطبيب العبار، نات واحد المراه قالت لي مالك، قلت لها عندي الطانسيو طالع، قالت لي شوفي عليك بواحد الوصفات ديريها راه غادي يطيح لك الطانسيو. قلت لها ما شنو هي؟ قالت لي ودي عليك بالثومه الحمراء، عليك بواحد جوج ديال الريوس ديال الثومه، قالت لي غادي تنقيهم وديريهم في كوكا. دابا بقاو معايا بنياتي، غادي نوريكم الطريقه ديال هاد الثومه الحمراء مع كوكا، راها مزيانه للطانسيو قسما بالله الا غير باش درتها فاش مشيت عبرت لقيت 13 و14 بحالي ما عمر داس ديك 18 طالعه في سميتو في ديك فاش عبروا لي الطانسيو. ودابا قلت مالي انا ما نشركهاش معاكم، اي حاجه درتها يا بنياتي نشركها معاكم. هاد الطريقه هادي مزيانه ولقيت ليها انا بعدا، وهبط لي الطانسيو ما بقاش طالع. كاين شي خطره كيطلع لكم الطانسيو حتى في الليل، كتكونوا هكا جالسين في الليل تيطلع الطانسيو، واش غتمشيو للطبيب اللي ما عنده كينه ولا ما عنده لاباري باش غادي يعبر؟ اللهم هي الطريقه هذه شاركها معكم وليداتي اخوتي، هذه هي الطريقه اللي كندير انا. والله الطانسيو بقى كيطلع لي قسما بالله، وهذا عاشوره هذه لي الشهر ديالها يدخل علينا بالصحه وراحه البال والهنا. الا درت غير الثومه ولات قالت لي الطانسيو ما بقاش طالع ليا. ودابا قلت مالي ما نشاركهاش معكم المشاهدين ديالي، ملي كتكتبوا لي ديك الكتابه زوينه كتقول لها خالتي شاركي معنا هذه وهذه، انا غادي نشارك معكم وباقا نشارك معكم بزاف الوصفات. غير دابا مع الصيف ومع الضياف وما كنساليش، داكشي باش ما كنحطش اي الفيديوهات دائما. دابا عندنا الثومه الحمراء، كديروا جوج ريوس ديال الثومه، ها هي الثومه الحمراء ما ديروش البيضه، ها هي كديروا جوج ريوس بحال هكايا في القرعه ديال الكوكا الصغيره. وقت اللي لقيتو زعما القرعه ديال الدجاج، راه لقيت غير هذه اللي لقيت. كنقيو الثومه ديالنا حتى كنقيوها، وشتي ملي كديروها في وسط الكوكا كدير راه كتبغي تطرطق علينا القرعه، كتبغي تتفيض. كنقيو هاد الريوز ديال الثومه، راه لقيت راسي ها هو هنا لقيتو. ودابا بغيت غير نشارك معكم هادشي، اي حاجه درتها يا بنياتي يا خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كنبغيكم بزاف بزاف، اي وصفه درتها نشاركها معكم. مع دابا الطانسيو ولا كلشي دابا كيطلع عليه الضغط، والله ما نشارك معكم هاد الثومه هادي. بعدا الثومه حمراء كاينه، واللي ما قدش يديرها في كوكا ما وجداتلوش كوكا راه يقطع الثومه حمراء ويديرها مع مطيشه هكا شليضه ويكثر شويه الثومه فيها، راه ياكلها راه كطيح الطانسيو، راه مخيره الثومه حمراء للطانسيو. انا بعدا غير كيطلع ليا الطانسيو كندير انا غير كوكا ومع الثومه الحمراء جوج ريوس، ديروها راه مزيانه يا بنياتي، راه ما كاينش بحال الثومه الحمراء والبصله الحمراء. البصله الحمراء راها مخيره حتى هي، اللي يحكها ويشرب معلقه ديال الماء ديال البصله الحمراء راه تتهبط حتى الضغط ديال الطانسيو ديال السكر اللي عنده طالع، والله الا مزيانه. حتى انا كندير هاد البصله الحمراء كنحكها وكنديرها. دابا هما جوج ريوس ديال الثومه، هاد راس غير بغيت نشارك معكم تشوفوه. يا بسم الله، ها القرعه ديالنا حليناها بسم الله. دابا خصكم تبقاو ترميو وسدوه هكا باش ما تبقاش تفيض لكم الثومه، راه كتفيض. ها انت شوف شوفوا، ها انتما راه كتفيض الثومه مع الكوكا، كديرها بحال هكايا. ها راه كتفيض، راه خصكم تردو معاها البال مزيان، واخا كتفيض عاوتاني ديروها عاوتاني، زيدوا الثومه وديروها في كوكا. شوفوا كتقلب، ها انتما كتشوفوا راها كتقلب لداخل الثومه بالجهد ديال الكوكا، غير شويه حلو باش ما النفس ديالها ما تفيد لكمش. راه هاد الطريقه اللي وريت معكم قسما بالله الا كطيح الطانسيو دغيا ما كيبقاش طالع. قد دابا واحد الحبه بلا ما نديرها فات المناضه بزاف،
ها انتوما كتشوفوا، شوف ها هي دابا فين كتطلع، شوفوا ها انتوما الثومه مع كوكا كتبقى تطلع، كنخليوها حتى كتطفى ما كتبقاش شايفه هذيك الرغوه، حتى كتبرد مزيان، ملي ما كتبقاش صافي كتدير ديك الرغوه كتهزوها وكتشربوها كامله هاد الكوكا هادي، وكدير لكم غير ريحه الثومه، راه ما كتبقاش فيها ريحه الكوكا، كتولي كلها شربات الثومه، كتبقى فيها غير ريحه ديال الثومه، كتشربوها في الليل وكطيحوا تنعسوا، الصباح كتنوضوا كتلقاو الطنسيو ديالكم على رقبتي اللي كتلقاوه مقاد. كنتمنى يا خوتي هذا الفيديو هذا يعجبكم، واخا غادي نشرب معكم، نجيب الكاس وغادي نشارك معكم نشرب معكم الكوكا. شارك معكم هانتوما نشرب، واخا ندوق معكم، وهي خصها دابا شتي هادي راه غادي نديرها نشربوها، قسما بالله غادي نشربها دابا، ودابا هي غادي نخليها حتى كطفى مزيان واحد 10 دقائق عاد حلو عليها وشربوها يا وليداتي، كتكون فيها الريحه ديال الثومه وكتهبط لكم الطانسيو. اي مره ديرها سوا دوك الدراري الصغار ما يديروهاش، من 18 الفوق يديرها، راجل كبير مرا كبيره ولد كبير ديروها، راها مزيانه غير تلقاو الطانسيو طلع لكم عليكم بكوكا، جوج ريوس جوج ديال الروس ديال الثومه بحال هكا، واخا تسمعوا جوج ريوس تقولوا جوج شنال، جوج ريوس بحال هكا ديال الثومه ديروها، قسما بالله ما يبقى الطانسيو طالع عليكم، ديروها وردوا عليا كتبوا لي في كومونتير وقولوا لي خالتي اكدابه، قاش انا هادشي اللي كندير راه كنشركو معاكم. ها نتوما غادي نحلوها، المرضه باقا غادي تطلع، ها هي فين كتطلع، فين كتطلع الثومه الفوق، ها شوفوا هانتو باقا ما بردات، حتى كتبرد مزيان ما كتبقاش فيها داك الجد، عاد نكبوها. دابا غادي نخليها انا حتى تبرد مزيان عاد نشربها، نشربها نشاركها معاكم اوليداتي، بسم الله فيها ريحه الثومه، غير ديروها يا وليداتي راها مزيانه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وبارطاجيوه مع الناس اللي عزازين عليكم، وديروا ليا جيم، وشكرا عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، واخا كنكلف معليش كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، بلا ما تضحكوا عليا يا وليداتي، راه الهضره لسان ما فيه عضل، كتمشي الهضره وتجي، والله يدخل علينا وعليكم هاد عاشوره بالصحه وراحه البال والهنا، واللي مريض الله يشافيه، واللي بعيد الله يلاقيه مع احبابه، واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور، واللي ما حاملش الله يسهل عليها تولد شي ذريه حسنه، واللي ما مجوجاش الله يسهل عليها حتى هي تجوج ودير وليداتها وتعمر دارها، وكنتمنى لكم الخير والهنا وراحه البال، وباي باي عليكم، كنبغيكم جيم جيم.